افضل ثلاث لاعبين شفتهم على مر التاريخ. il miglior giocatore نعم che ho giocato insieme الذي لعبت معهم او بشكل عام. بشكل عام رأيت كثيرا من اللاعبين، لا أستطيع أن أحصي لكم، ممكن نقول نيستا مثلا، ممكن أقول لكم كانافارو أيضا، وأيضا في ليفربول رأيت كثير من اللاعبين، وجيرارد هو اللاعب الكامل الذي كنت معه وغيره. وأيضا أستطيع أن أقول لكم من كبار اللاعبين أيضا دي ناتالي، هناك قليل من اللاعبين الذين رأيتهم مثل دي ناتالي، وأيضا رونالدو وأيضا ميسي وأيضا إبراهيموفيتش وأيضا دروغبا. لذلك أقول لكم كان لدي الحظ الكبير في اللعب مع لاعبين كبار، ولدي سوء الحظ في اللعب ضد اللاعبين الكبار. وأيضا مالديني، هناك شخصيات عظيمة أيضا وكبار اللاعبين لا أستطيع أن أحصيهم. إحصاء عدد سيكون من الصعب جدا أن أحصي عددا. ومن المهاجمين أقول لكم مثل إبراهيموفيتش ودروغبا وأيضا دي ناتالي، كان لاعبا مميزا جدا، من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم في حياتي، ومن الصعب مقارنته بأي لاعب آخر. أقول لكم كما قلت لكم كانافارو ونيستا وبيرلو وجيرارد، وأيضا هناك لا أستطيع أن أحصي لكم عددا معينا، سؤال صعب جدا، لا أستطيع أن أحصي هذا العدد، ومن الصعب جدا، لكن كل ما أستطيع أن أقول أن 95% من هؤلاء اللاعبين كان لديهم الرغبة الحقيقية في لعب كرة القدم، ولديهم القدرة، ليست قدرة البدنية ولكن القدرة النفسية، ومؤهلين نفسيا للعب بحب وشغف، وكأنهم يقاتلون ويدافعون في معركة وليس في ساحة كرة القدم.